FM. الكلمة ليك. بخير ياسين، بخير سيرجياس، بخير اللي يسمعوا فينا الكل. كما قلت كافي سبور اليوم باش نمشيو لاسبانيا مع ليونيل ميسي. البارح الصحافة الرياضية الكل في اسبانيا تحدث على عودة لاعب برشلونة ليونيل ميسي قبل كلاسيكو المنتظر نهار السبت 21 نوفمبر. ميسي غايب على الملاعب نهار 26 سبتمبر اللي فات بعد إصابة خلال المقابلة في مقابلة البرسا ونادي لاس بالماس، إصابة خطيرة نسبيا لميسي على مستوى الركبة وبالتحديد لليغامون لاتيرال نتاعو، إصابة طلبت راحة حتى لتو الأكثر من شهر ونص. نرجع للتقارير الصحفية الإسبانية اللي تقول إنه ميسي باش يكون جاهز بعد 15 يوم لكلاسيكو الجولة 12 من الليغا الإسبانية بطبيعة قدام ريال مدريد. الموندو ديبورتيفو البارح الصحيفة الإسبانية قالت إنه الدولي الأرجنتيني يرجع يمس في الكرة تدريجيا بعد برشا خدمة مع المعدين البدنيين، خدمة سبيسيفيك برشا، لكن الطريق ما زالت طويلة على الميسي باش يكون يرجع الفورمة متاعه العادية. بربي الليغامون بتاع سي ميسي قداش من مليار؟ برشا من مليار. نحكيو لهنا على طلب رئيس برشلونة قال ميسي يتباع ب 500 مليون اورو مليار. اي معناتها نحكيو على برشا برشا فلوس. كما تعرفوا الكلاسيكو معاذ سامحني، نعم. اللي فهمته تو انه كانها لو روتور نتاعو فورسي شويه، معناها هو كيما نقولوا يلزم ياخذ مثلا شهرين. احنا مازلنا باش نحكيو اي في الربليك، هو كيما نقولوا الجماهير طالب، هما تو حتى تشوف انت البارح التقارير الصحفيه الكل في اسبانيا معناتها سونز اكسبسيون، بعدها هي جات ريتومبي معناتها في الميديا الفرنساويه الكل، انه الجماهير تحب على الثنائي كريستيانو ميسي. كما تعرف التنافس الكبير بين زوز ملاعبين، زوز ملاعبين عندهم البالون دور، اغلى زوز ملاعبين حاليا في العالم، ولكن من وراء هذا هما المستشارين كما نعرف المستشار الأوفيسيال متاع ميسي والمستشار الأوفيسيال متاع كريستيانو اللي يضغط على الملاعبية باش يلعبوا مفيد الظهور. خاطر باش نرجعوا من بعد الكلاسيكو تفرجوا فيه آخر كلاسيكو 500 مليون إنسان متفرج عبر العالم، عدد الصحفيين بركة 805 صحفي حضروا في السات لتغطية اللقاء هذا. ما دا باش نعرفوا قداش معناتها حجم الكبير، حجم كبير برشا، ويمكن سنة باش نمشيو لأكثر من 500 مليون متفرج، يمكن باش نحكيو على مليار متفرج عبر العالم بعد الإشعاع الكبير اللي قدموا الكلاسيكو في السنوات الأخرى. هذا الشيء كما نقولوا نرجعوا لمستوى الضغط نتاع المستشارين، كان نتذكروا عام 98 مع رونالدو اللاعب البرازيلي رونالدو داليما المقرع راسه، كان بسبب الضغط نتاع المستشارين وقتها بالتحديد مستشار نايك فرض باش يلعب رونالدو مضروب، لعب وقت فينال كونتر فرنسا مضروب عام 98 وكانت تهلكت بعد الكارير. البوسيبيليتي هذه تنجم تمس ميسي سي راجي، هالثروه هذه الكل اللي قيمتها زوج ساقين بون مش عاديين. سي جامي سامحني في كلمه، الله لا قدر نقولوا نحن معناه يعاود يصاب هذا، اي شنو المستشارين هاو كريمو يخسروا، معناه لابروش لا فيزيون نتاعهم تظهر، مش انا لهنا باش نحكم حلقه استراتيجيه راهي مش نتاع تفليك ومعهم طب ومعهم محامين ومعهم كذا، لان ميسي بيدو عنده 70 محامي مؤكد يشرفوا على كونتراتو وعلى 70 محامي، ما هو متهرب من الاداءات في كاتالونيا هاي باش تستقل تمشي على روحها باقي باش نرتاحوا منها. هما مع هاني قلت فما ضغط منه ومن كل واحد يجبد روحه شويه، لكن برشلونه الفرق بين برشلونه والفرق الاخرين حتى يمكن الفرق توانسة يتبعوها شوية اللي هي عندها الليكيب الميديكال متاعها هي معناتها الكلمة الأخرى، حتى كان في تقرير الديبورتيفو قالت إنه التقرير الأخير والكلمة الأخرى باش يكون التقرير الطبي متاع برشلونة، معناتها عندها البريباراتور فيزيك متاعها هي متاع النادي، معناتها يخدموا في النادي يعملوا حتى الريشيرش متاعهم في النادي، هما تكون الكلمة الأخرى هنا باش تسكت كل العباد الكل. خاطر نحكيو إنه المستشارين مش طلبوا رجوع ميسي بعد 15 يوم اللي هو صعيب برشا باش يرجع معناتها 15 يوم، لكن طلبت باش يكون حاضر طيلال 90 دقيقة متاع المقابلة. هنا الإصابة على مستوى الليغامون اللاتيرال أكيد إذا كان الله يقدر باش يلعب في
كونتاكت اللي صاير في المباراه هذيك مباراه كبيره على اللي قدر يكون ليغامون كروزي هي الاصابه الجديده لميسي. وهنا نجم نقولوا نهايه كارير اقوى لاعب حاليا في الكره الارضيه. ماش اخر كارير على خاطر عندنا اخبار خاصه تفيد بانه سي سليم شاكر وزير الماليه ماذا بيه يعمل هكا يدبر ربيع ساعه من ميسي خلي يحل لنا المشاكل نتاع الميزانيه نتاعنا. كيما دونك هو سيان جوار اكسبسيونيل معناها بون ممكن مانيفيك اكسبسيونيل معناها كي تتفرج بون اليوم ما نعرفش بتاتر فما البوليميك الاخرى هل انه مارادونا اقوى تكنيكمون ولا ميسي كل واحد شنو يراه ممكن هما برشا يقولوا مارادونا اقوى مارادونا اقوى تو تكنيكمون وكل شيء لكن مارادونا هاز كوب دو موند يمكن ميسي قوي برشا تكنيكمون اما مازال ما هزش كوب دو موند كي هز كوب دو موند ميسي يولي باش ينافس حسب رايي لا صحيح سيليكسيون الارجنتين داير دي ديسيبسيون هالفتره الاخرانيه ميم سي فينال حتى فيناليست فينال كوب دو موند مازال ماريس يقول لك شهزيت التاريخ يقول شكون هز وشكون جا ثاني اش قال لك في ميسي سي رجاء كلاسيكو منتظر لو 21 نهار سبت لو 21 سي ان ديو دو ستاد من نجوم الكره الارضيه معناها تجاوزنا البارسا وتجاوزنا الكرة ومشينا إلى بطل كامل في القنوات التلفزية العالمية كلها من كل القارات من أستراليا حتى الأمريكا اللاتينية شيء كبير ياسر فينومين عظيم ياسر وخاصة أنه فينومين رياضي وهذا شيء طيب ما نحبوش الفينومين السياسي احنا بصفة عامة نحبو الفينومين هذا الرياضي اللي يجعل الشباب يحلم برياضة عالمية برياضة في مستوى عالي فن في الكورة إلى آخره ما له وقع الرياضي مري في تونس ما نعرفش قبل ما تختم جوست بربي كيستيون على لاعبنا في فالونس أيمن عبد النور عنده مدة غايب أيمن عبد النور والناس قاعدة تسأل إصابة على مستوى معناتها فخذه الميسكل اللي في فخذه إصابة سنينها ماهيش باش طول برشا سنينا على 20 يوم طول شوية الإصابة العضلية قد ما رتحوها وتخدمها بالباهي يكون أرجع في فورما أيمن عبد النور من اللي صح كونترا مع فالونس رجع بقوة للمقابلات برشا ريتم كما نعرفوا شامبيونز ليج البطولة الإسبانية طلب هو باش يتم إعفائه قبل قداش من مباراة لكن المدرب كان معامل عليه برشا اللي حتى لين أصاب على مستوى الميسكول نتاع ساقه خليته يرتاح شوية إن شاء الله أيمن يرجع لنا كما العادة للميادين نعرفوا اللي أيمن عبد النور قيمة ثابتة في فالونس حتى المدرب حكي عليه وحتى معناتها الهيئة المديرة نتاع فالونس قالت عاملين عليه واكيد مش راوه يلعبوا تقريبا 30 مليار فلوس توانسه ولكن لعب بيريود وبعد دونك الى ايتي كارتي قبل الضربه قدروا قعد برشا ما ترينيش نقولوا ما ترينيش مع ريتم وماتش بريباراسيون ما نساوش اللي هو قعد مع موناكو اخر دقيقه وقتها برشا فرق تحب تشريهم نيغوسي في الكونترا نتاعو نيغوسي في الكونترا ما عملش بريباراسيون كما يلزم خليته كي رجع للريتم رجع مع رابطه الابطال الاوروبيه ومع بالطبيعه انطلاق الليغا الاسبانيه برشا ريتم سبت واربعة خلت اكيد تاثر على مستوى الاصابه العضليه تكون ايمن عبد النور يعطيك الصحه معاذ شريف من قسم الاخبار دونك هذه الروبريك نتاعنا كافي سبور مع التاكيد وانه ان شاء الله ماشيين ايون ديفلوب الكونسيبت نتاعنا ماناش باش نحكيو كان كره معاذ باش نحكيو فولي باش نحكيو هاندبول دونك رياضات الجماعيه وحتى الفرديه ونحبك تركز لي ياسر على الرياضات الفرديه حتى لهنا وليداتنا في الكابونش عاملين دونك مهم برشا وانه نشوفوا مشاكلهم لي زاكوتي لي كوليس هذا ان شاء الله ديما كل يوم في كافي سبور كابافان الكلمة ليك